Like an TME or OGX collaboration, you know? Do you ever feel promotion is actually pure selling. انت بتدور على selling point, الحاجه اللي الناس هتبقى عايزاها علشان تاخد البرودكت بتاعك. البرودكت بتاعنا هو ده. البرودكت بتاعنا experience, of a lifetime. هنفكر مع بعض وهنحاول نعرف ايه هي selling point او in other words الكامبين. بس سيلسي اون تراك. اكيد بما ان 3 teams بيشتغلوا على الموضوع فهنتريبل النمبر بتاع السنه اللي فاتت. ممكن يكون في انفولفمنت اكتر من الممبرز وده هيكون في فيفر بتاع او جي اكس في الانفولف ده او جي اكس باذن الله. Normally, OGX does all the work of recruiting and promotion and matching, SRVs and information sessions, but this is not going to happen this year. Collaboration, and they're going to come up to do the best campaign OGX ever. هي اول مره في العيله هيبقى في حاجات كروس في اما هيعرفوا في ايه؟ هيعرفوا في الريكروتمنت ان هم كلهم هيبقوا عارفين ده غالي هم بيشتغلوا ان هم يبقوا بتاعهم مثلا ريكروتمنت محتاج ناس محتاجين ناس محتاجين ناس عندها اكسبيرينس في ريكروتمنت نفسه الناس دي ممكن تكون مين في ان شاء الله هيبقوا كواليفايد ثلاث ايام هم يعملوا انترفيو ان شاء الله يحصل سنه دي وكل واحد هيمشي مدرك لوحده اكسبكت ان احنا اكت از ا ممبر اوف ذا ال سي مش ممبر اوف كور فانكشن لوحده في الاخر احنا عايزين ال سي تبقى نمبر 1 اون مين Believing in ourselves and exceeding the expectations. Baby, you're a fire, you work. Come on, let you go. You proved that we selected the right members. Cause baby you're a boy, you are. Come on, show me. We just promised me 60 realizations. As you should have.